الاخبار عاملين ايه؟ النهارده هصور فلوج ما صورتوش قبل كده في مطعم هنا فلسطيني اسمه يافا. صاحب المطعم تواصل معايا قال لي روح نجرب الاكل عندهم انا ومراتي ومريم ويوسف ونعمل حاجه زي فود ريفيو كده ونقول لكم الاكل عامل ازاي والمطعم عامل ازاي والاجواء جوه ايه. فطبعا انا ما كنتش ينفع ارفض لان انا بضعف قدام الاكل وخصوصا لو كان اكل فلسطيني وجو كده فلسطيني جميل. فهنطلع دلوقتي على المطعم. هو دلوقتي هو في السنتر بتاع براج، يعني انا بيني وبينه خلاص ما فيش، هوريكم بالظبط المكان فين. بس انا مقلق قوي من مريم ويوسف نشوف هيعملوا ايه هناك، فربنا يستر كده وما تعبوناش هناك يعني. روشكو تيما بابا ماشي. طيب هي مريم من اولها كده شكلها متضايقه، فربنا يستر كده على ما نوصل. لو حد جاي من السنتر فهو في شوبينج سنتر كده صغير اسمه تشيرنا روجا، هو المطعم موجود جوه. هو ده المطعم اسمه تشيرنا روجا، هو يعني قريب من الشارع الرئيسي اللي هو الباستافسكي لاميستي. فهحط لكم برده اللوكيشن بتاعه والصور بتاعته بتاعت الفيسبوك في الديسكربشن على اليوتيوب. فيلا نخش البساج ونروح عشان ابقى انا ميت على الاخر يعني. يلا بينا. وصلنا حاليا المطعم، هو مطعم اسمه يافا. هو المفروض ان هو معمول على الطراز الفلسطيني وكده، فهنخش جوه ونشوف الاكل بقى ايه والنظام ايه ونعمل لكم ريفيو كامل على كل حاجه في المطعم. فيلا هون. احنا جينا قعدنا مستنيين ان احنا على الاخر، فهم نزلنا افضل حاجه عندهم اللي هو الميكس جريل، حاجه كده معديه يعني. فهنضرب الميكس جريل نقول لكم طعمه عامل ازاي والدنيا عامله ازاي. والاهم الميكس جريل ان هم في فلافل فلسطيني او فلافل شامي، فنعرف برده دنيتها ايه. بقول لك هي السلطه دي ايه اسمها ايه؟ دي تبوله. دي بقى التبوله بقى، يعني هي دي تبوله. التبوله اللبناني. تمام. وده بابا غنوج. يعني دي تبوله لبناني وده بابا غنوج. فلا يعني هو الجو عربي عربي يعني. وهنا في بقى احسن حاجه ممكن تشوفوها اللي هو ورق العنب. فهنجرب ورق العنب. المفروض ده ايه يعني؟ مش ده الوجبه الاساسيه، ده بيبقى زي مقبلات كده يعني قبل الاكل، بس حاجه عاليه قوي يعني. اهو مش توماش مش ده؟ كنت فاكر الاكل ده بتاع مريم، بس لا مش بتاع مريم. يعني مريم برده جعانه وعلى اخرها يعني. وده عصير برتقال. لا يعني هو الجو كله عربي بطريقه. لا يعني ندوق برضو برتقال، ليه لا ندوق؟ سامح حبيبتي معلش. تشيرز. ده برضو عصير برتقال طبيعي يعني. هو الجو والاتموسفير في المكان تحس ان انت في فلسطين، مع ان انا رحت في فلسطين، بس انت تحس ان هو الجو العربي والستايل العربي بتاع المحل والاكل العربي والعيش العربي. ونسينا اصلا بتاع بتاعت يوسف تشكر. وده بقى النجار اللي كان طالع معانا فلوج الدراسه اللي هو الناس كلها عماله تسال عليه. فهنحاول برضه نعمل معاه فلوج تاني له علاقه بالدراسه، بس بعدين يعني لما نخلص حوار الاكل ده. هندوق الاكل ونقول لكم. بس في الفلسطين بنعمل يا يعني كفته. لا يعني كفته معديه، كفته عربيه يعني يا جدعان عالميه. انا مش عارف انزلها دلوقتي. قبل ما ناكل الكفته انا كنت عايز اجرب الفلافل. انا عايز اجرب الفلافل بس. اوكي ماي عشان بنتي لا تعمل تادي تيو. شيش طبق عالمي امانه، عالمي. بقول لك ايه، ممكن بس معلقه عشان مريم حبيبي. هو المفروض في بابا. انت بابا غنوج كمان؟ معانا دلوقتي عم حسن صاحب المطعم وحسين، هم الاثنين المفروض اصحاب المطعم. عايز تقول لي هو الاكل في المطعم اكل فلسطيني بس ولا في حاجه ثانيه؟ اول شغله انا مش صاحب المطعم، انا تمام. تقدر تعد مدير المطعم. مدير المطعم تمام. احنا اخوه اربعه وفينا اخو خامس والدكتور حسين. تمام. احنا طبعا المطعم
للاخوه كلهم. في عند الاخو ابو هادي كلك عارف مش لاقين فيه على الشغلات كلها هاي كيف بتعرف انت. تمام. الاكل موجود هون تقدر تقول عنه انه مطبخ ميكس ميدل ايست ميكس يعني الشرق الاوسط يعني كل المطابخ عن الشرق الاوسط. اذا كان مطبخ فلسطيني مطبخ اردني مطبخ لبناني شامي مطبخ يعني. تركي حتى تمام. فاهم علي كل الطبخات اللي تكون موجوده عندنا بس امانه الميكس جريل العالمي حبيبي الميكس جريل كمان. طيب لو اي حد بقى عايز يجي عند عم حسن لو اي حد جالك قال لك اللي هو تبع عقرب فلوجز تعمل له خصم طبعا الخصم دائما موجود تقدر تعده 15% خصم خلاص. كل واحد بيجي من الشيء يبقى اي حد هيجي يقول له انا جاي من تبع الفلوج من عقرب فلوجز يعمل له 15% عند عم حسن على طول. تمام اهلا وسهلا فيكم جايين على محلكم بيتكم دائما حبيبي ربنا يخليك تشرفونا والله حبيبي ربنا يخليك يا عم حسن. اهلا وسهلا حبيبي يا محمد والف صحه ربنا يخليك. ميزه بقى الميكس جريل ده اللي هو بس اللي هو يعني في ايه في كفته وفي في فراخ في شاوه وفي تقريبا ده ضاني. فالضاني ده يعني حاجه ايه ما تلاقيهاش كتير قوي في اوروبا تلاقي حد بيعمل ضاني على الفحم. نجرب برده الضاني حسن انت قاعد في الحسين يعني امانه معدني يعني ماني عايز تاكل يا كمان حاضر انا قاعد قدام جبري. احسن حاجه ان يوسف احسن حاجه ان يوسف نام لانه ما كانش نام احنا النهارده ما كناش هنعرف ناكل تقريبا ولا نعرف نتحرك لان هو كان مبهدل الدنيا اول ما جه بس الحمد لله نام يعني. بس مريم برده متعبه شويه فكمل بقيه الاكل انا من ساعه ما جيت مش عارف اكل بسبب مريم والعيال فنكمل شوية كده. هو أنا الضاني المشوي دوت معدي يعني أنا بنصح أي حد يجي يضرب الميكس جريل وما يكونش أي حاجة تانية. هو كفاية الميكس جريل لوحده أصلا هي وجبة المفروض لفردين بس هي ممكن تكفي مثلا تلات أفراد ممكن أربعة كمان لو مش أكيل قوي مع السلطات والحاجات دي. لا جامدة الميكس جريل بس تجيب العقول مش عارفه تاكل الضاني يعني بالنسبه لها بتشد كده شويه بس مش متعودين بقى الاجانب ما يعرفوش الضاني والحاجات دي. الضاني على الفحم دي ما يعرفوش الحاجات دي في مصر ثروه يعني ما يكونش انت في الضاني والحاجات دي تقعد اخرهم يعملوا لك عيش فينو عليه جبنه من فوق حتى ما يفتحوش الفينو ويحطوا فيه الجبنه يحطوا كده يعملوا اكلات غريبه يعني. قطيف قطايف قطايف ايه قطيف دي؟ انا بشوف الحلويات اللي عندهم بس هي حاولت تقرا بس هي شايفه قطيف. عندهم بقلاوه وعندهم قطايف بالجوز وقطايف بالجبنه. عايزه ايه؟ هي عايزه اجرب واحده من كل حاجه موجوده عندهم في الحلويات بس خساره اللي مفيش حاليا بتاع دوت كنافه. انا شفت الكنافه هنا عندهم في رمضان بس كنت شفت الصوره ما كانتهاش كانت عالميه يعني بيعملوا الكنافه اللي هي بالجبنه السوريه ديت ولا الشاميه حاجه معديه. بس خلينا احنا في البقلاوه نضرب بقلاوه اقول لكم برده ظروفها ايه. ووصلت البقلاوه الله عليك ربنا. البقلاوه برده محشيه جوز فانا هجرب البتاع هي دي البقلاوه فانا هجرب برده البقلاوه ونشوف. هي تقريبا اعتقد دي بقلاوه تركي مش عارف بس هنجرب دلوقتي. تشتكي؟ عايزة بقلاوة ولا؟ طب الحمد لله مش عايزة فأنا هضرب الثلاثة لوحدي كده. لا لا أديكي برضه. هما حاشينها حاشينها تقريبا فستق حاجة كده بس جامدة. تقريبا بقلاوة تركي وعليها الفستق الحلبي ده من فوق من جوه محشية فستق عادي ومش عارف إيه الحاجات المحشية دي. أمانة معدية يعني هي مسكرة سكر قوي يعني زياده فده بالنسبه لي انا بحب الحاجات المسكره يعني فجامده جدا. فلو اي حد يجي يجرب البقلاوه هتعجبه. بس مشكله البقلاوه دي انها بتخلص بسرعه فمش عارف ده عشان انا هيك حلو زينه على زوم فانا كلتها بسرعه ولا عشان انا جعان ولا ايه بس هي جامده. يوسف لسه صاحي من النوم وصاحي مقريف على الاخر يعني بس هو كل حته بقلاوه فابتدى المود بتاعه يظبط شويه. صح يا معلم؟ حلوه بقلاوه؟ اضرب. فهي عجبته البقلاوه فدي حاجه كويسه يعني. الجزء الورا دوت لو في حد بيدخن سواء بقى بيشرب سجاير بيشرب شيشه فممكن يقعد الجزء الورا ده جزء للمدخنين. وعندهم شاش بقى كل الانواع اللي ممكن تتخيلوها بس انا ما اعرفش صراحه اسعارها ايه ولا دينتها ايه لان انا ما بشربش فما اقدرش افيدكم في الموضوع ده. بس اللي اعرفه ان في يعني اي حد حابب ممكن يجي يقعد في النافوره دي ويعيش مع نفسه بره. عاش وحش هو يوسف عجبه منظر النافوره والحاجات دي كلها فهايس يعني. يوسف لما حلق بقى انسان جديد يعني هو الاول بشعره كان مختلف لما حلق كده تحس ان هو بقى شخص تاني خالص يعني. صح ولا ايه؟ هو مش معنا خالص هو مع البقلاوه فمالوش علاقه بينا خالص. هو مقضيها بقلاوه ومالناش دعوه مالناش دعوه بينا. تمام بقلاوه يا جدعان واحد بقلاوه زي ليوسف والناس. بص عليه بص عليه.
بص عليه انت. احنا خلصنا فبشكر عم حسن مره ثانيه على حسن الاستقبال. اهلا وسهلا بيك. جو بامانه هنا جو عربي فلسطيني اصيل يعني، فاي حد عايز يجي يجي عند الراجل ده يقول له بس من جاي من طرف عرب وهو يظبط له 15% زي ما قلنا ان شاء الله. والاكل بامانه عالمي والحلويات 10 على 10 حبيبي. الله يخليك. بشكر عم حسن ثاني. اهلا وسهلا. امبارح بعد ما مشينا طلع من المطعم كان في مطره جامده جدا فما عرفتش اصور اي حاجه. دلوقتي احنا موجودين في الايكيا او اكيا زي ما انتوا هتقفوا في البلد بتاعتكم. مراتك عايزه تجيب كده شويه حاجات. لما جيت هنا الايكيا المفروض احنا كنا هنتغدى وكده يعني، فروحنا نشوف المنيو بتاع الاكل. فهنا الاكل اللي موجود كله بطاطس مسلوقه، طبعا كان في خنزير في الاول، غير الخنزير في بطاطس مسلوقه وكفته خضره يعني. فانا يعني سدت يعني لما افتكرت الاكل احنا كنا امبارح في اليافا والميكس جريل والحاجات دي كده فصعبت علي نفسي، فقلت لا انا مش هاكل، استنى لما اروح اليافا تاني. تقريبا دي هنا هتبقى نهايه الفلوج. زي ما قلت لكم لو حد حابب يروح المطعم يشرح مع حسن ويقول له بس اللي هو جاي تبع عقرب او عقرب فلوجز ويتفرج على وياخد خصم على طول 15% يعني. او مطعم جو كده عربي جميل يعني، فلو حد حابب يروح يعني كان جو اسري او حتى لو حد مش اسره فلا هيعجبكم الجو يعني. خصوصا المكان اللي فيه احواض السمك اللي موجوده والبركه اللي موجوده ديت والنافوره اللي موجوده فهتعجبكم قوي يعني، اكتر مكان هيعجب فيه مرات هناك. واحنا ان شاء الله اكيد هنروح مره ثانيه بس طبعا من غير مريم ويوسف لان هم كانوا عاملين قلق هناك وما عرفناش نعمل اي حاجه منهم يعني. فاشوفكم ان شاء الله الفلوج الجاي، ان شاء الله يكون الفلوج عجبكم واشوفكم ان شاء الله الفلوج الجاي. سلام عليكم. مش ينفع ناكل هنا يعني، هنا لا يعني الوضع مختلف عن يافا، فهناكل حلويات بس مفيش